تنس الطاولة الحقيقة اللعبة دي سنين طويلة، يعني نقول 9 سنين 10 سنين، احنا مش قادرين نحسب من كتر البطولات ومن كتر الدوري، ما شاء الله محتكرين الدوري سنين طويلة. السنة دي أيضا رجال وسيدات الدوري العام في إنجاز كبير، وإنجاز يعني زي ما بيقولوا بعد رحلة شاقة. تنس الطاولة الحقيقة من اللعبات المؤثرة جدا، ولينا نجوم بره دلوقتي أصبحوا بيلعبوا في أكبر الأنديات في أوروبا. خلينا نحط الضوء أكتر وكمان نحتفل بيهم بالإنجاز الكبير ده، خاصة إن طبعا منتخب مصر مسافر النهاردة بطولة العالم، فلازم طبعا نحتفل بالفريق والجهاز الفني اللي حققوا إنجاز كبير. طبعا برحب في البداية بالمدير الفني الكابتن أشرف عبد الفتاح، مدير فني ورئيس الجهاز. أهلا بيك يا كابتن منور. أهلا بيك. وألف مليون مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. إن شاء الله مزيد من الإنجازات، ودايما كل سنة معانا ورافع راسنا دايما يا كابتن. إن شاء الله كلنا إن شاء الله. مع حضراتكم كمان وبرحب بيه الكابتن أشرف صبحي مدرب عام الفريق. أهلا بيك يا كابتن منورنا. أهلا بحضرتك. وألف مليون مبروك. شكرا جدا الحمد لله. ودايما ضيفنا كده ودايما يعني إيه رافعين راسنا تنس الطاولة. ربنا يبارك فيك. برحب طبعا بلاعب الفريق الكابتن محمود فتحي. اهلا بيك يا كابتن منورنا ومشرف. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، وان شاء الله بالمكسب دائما ابدا يا رب باذن الله. ان شاء الله. معايا طبعا الكابتن شادي مجدي. اهلا بيك يا كابتن منورنا. اهلا صاحب حضرتك، والف مبروك على البطولات. الله يبارك في حضرتك كابتن اشرف. يمكن موسم طويل، بدانا يعني من الشهر كام، كلمني عن الموسم كله وليه الموسم كان طويل كده. هو الموسم كان طويل جدا، هو بدا معانا في شهر 7. الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا بطوله انديه افريقيا ولاد وبنات، وبعد كده كان عندنا مشاركه في شهر 10 في الانديه العربيه، بس لسبب ما شاركناش. تمام. وبعد كده بقى كان فتره طويله لغايه ما بدا الدوري ووصلنا للنهائيات. يعني احنا بطوله افريقيا لغايه الدوري بدايه الدوري ما لعبناش، ما كانش عندنا اشتراك، كان عندنا نشاط فردي بس، بطولات فرديه بس. بطولات زي بطوله الاهلي، بطولات فرديه، انما بطولات فرقه ما كانش فيها. لا ما كانش فيها. طب يا كابتن الدوري ابتدى امتى بالظبط؟ بدا في شهر 10 ولسه خلصان. ولسه خلصان دلوقتي كتير يا كابتن، يمكن 6 شهور. فتره طويله شهور. فتره طويله بس بيتخللها مجموعات دوري، مجموعات في الاول ذهاب واياب، وبعد كده بنخش في الدورات المجمعه اللي هي بتبدا في شهر 4. كان عندك اصابات برضو يا كابتن السنه دي؟ الولاد الحمد لله احنا كنا محافظين، بالولاد ما كانش عندنا خالص، انما البنات هي اللي كان فيها شويه اصابات. طب يا كابتن كلمنا عن بدايه اعدادك، انت بتمشي في سيكونس معين، تمارين معينه، بدات باعداد معين عشان توصل في الاخر للانجاز الكبير ده. طبعا احنا يعتبر لحمنا الموسمين في بعض، ان احنا خلصنا الدوري السنه اللي فاتت، دخلنا في فتره اعداد بتاعه الانديه العربيه الانديه الافريقيه، وبعد ما خلصنا يعني حاولت ان اللعيبه ما تنامش بالزبط، عشان نقدر نحافظ على مستوانا الفورمه، عشان نقدر نكسب اخر السنه الحمد لله. صحيح. طب يا كابتن قول لي مين اللي كان بينافسنا جامد السنه دي؟ السنه دي كان شركه ام بي هي المنافس لينا، لان هي واخدين لعيب من الزمالك واخدين لعيب من عندنا من الاهلي، عملوا بيهم فرقه وبيشاركوا بيها في الدوري دلوقتي. و ام بي خد الثاني يا كابتن؟ خد مركز ثاني. طب احنا يا كابتن في مباراه خسرناها في الدوري والحمد لله ماشيين كله كان. انا كسبت الدوري، يعني الفرقه الحمد لله كسبت الدوري قبل اخر مباراه، اخر جوله كان خلاص اتحسن، كنا لعبنا مع الزمالك كسبناه 4-2، وبعدين كان فاضل ام بي. انا فضلت ان انا العب بباقي الفرقه. جميل. ليه؟ لان عشان اجرب اللعيبه بتاعتي اللي اقدر اشارك بيهم السنه الجايه لو في حد من الفرقه تمام مشي ولا حاجه. تمام. هو ده بس الماتش اللي خسرناه يمكن اخر. لا خسرناه لانه كان تحصيل حاصل، فرق 2 بوينت منه كان تحصيل حاصل بالنسبه لنا. بالعكس ده انت حضرتك القرار اللي خدته ده صح الحمد لله. هو السنه اللي فاتت احنا كنا في نفس الموقف، بس احنا فكرنا انا وكابتن اشرف ان احنا ايه، لا عايزين نكسب. كان في بعد كده ممكن نكسب، وكنا ممكن نكسب بس بالظبط ما ده اللي حصل، ان احنا في الماتش السنه دي بقى بنفس الظروف لعبنا بالفريق بقيه الفريق، انا بسميهم بقيه الفريق بتاعنا، خسرنا فرق 2 بوينت بالظبط يا كابتن. يعني احنا كنا نقدر نكسب بالظبط. يعني قصدي كنا ممكن نلعب بالفرقه واللعيبه اللي لعبت ونكسب توفيق او عدم توفيق، بس قرار صحيح ان انت حضرتك تشارك مبني فرقه ثانيه. بيبقى معايا فرقه ثانيه مبنيه ان هي تقدر تساعدنا. مش باصص تحت رجلك يا كابتن؟ طبعا الحمد لله. طب قول المنتخب بيسافر النهارده يا كابتن، مين معانا من النادي الاهلي رايح مع المنتخب؟ عندنا ثلاثه من المنتخب من فريق الاهلي رايحين منتخب، رايحين بطوله العالم السويد، سيد لاشين وخالد عصر ومحمد البيه. تمام. يعني 3 لاعبين مشاركين من قوام كام يا كابتن؟ 5 يعني 3 من نادي الاهلي برضه، 60% من قوام المنتخب النادي الاهلي، وده الطبيعي بيتهيألي يا كابتن يعني. في كل المنتخبات كل الاعمار السنيه. الحمد لله. طب والبنات يا كابتن معانا؟ البنات دينا مشرف طبعا هي كابتن فريق، وهي
نجم افضل لعيبه طبعا عندنا في النادي. ويسرى اشرف حلمي هي اللي طالعه معاهم يعني عندنا خمس لعيبات يا كابتن برضه مش كده ولا بس ده البنات بيطلعوا اربعه تقريبا بيطلعوا اربعه بس. طب وحظوظنا ايه يا كابتن؟ الصين مظلمه الدنيا ربنا معاها بطولات العالم الصين بتبقى مظلمه الدنيا بس نقدر نقدر يعني عندنا عمر عصر حتى بيلعب في المانيا عامل شغل كويس ودي النادي الاهلي حتى فاحنا عندنا كفاءات كبيره وخالد اخوه هو بس انا احب اضيف ان احنا السنه دي بنلعب بدون عمر عصر وبدون محمد البيل عمر يعني احنا يعني احنا فقدنا اثنين السنه اللي فاتت من افضل اللعيبه في الفرقه وفي مصر كلها ما شاء الله وخدنا الدوري والحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا بنفس النتيجه تقريبا بتاع السنه مجهودك يا كابتن وشغلك بتبني مجهود الجهاز كله الحمد اكيد لله. يا كابتن اكيد يمكن طبعا اجل شادي طبعا بقول لك مبروك كلمني عن الموسم بقى يعني انت الموسم ابتديته ازاي شايفه ازاي والله احنا عندنا يعني موضوع الموسم احنا مفيش راحه مفيش راحه كده كده بيبقى استمرار في تمرين طول السنه فما بنقولش عليها موسم كده كده الموسم ما عندنا ما طبعا في النادي الاهلي ما بيخلصش يعني احنا على طول في استمرار في التمرين في يعني استمراريه في كل حاجه عموما كده كده شادي انت كام سنه انا 22 لسه صغير ما شاء الله طيب ابتديت يعني لعبت اغلب المباريات وكنت شايف يعني الحمل ازاي شايف ان ده صعب لازم نغير ونبدل ولا يعني شايف الدوري ده حاجه كويسه ليك انه يبقى كبير ويبقى فيه حكايات اكتر ولا كان فيه اجهاد لا والله هو عموما بطبع الدوري بالسيستم بتاعه ان هو عموما ماتش كل يوم فعموما ده مش مجهد جدا للعيبه خالص يعني وغير كده كمان احنا كده كده جاهزين يعني بدنيا او تمرين زي ما بقول لحضرتك على طول تبقى طول السنه او طول كده فما بيقصد ده مش يعني مش بيبقى مجهد علينا خالص يعني اصعب ماتش لعبته ايه يا شادي السنه دي ممكن انا بالنسبه لي انا ماتش ام بي ده عشان انا نزلته ده كان مهم قوي ليا وكان مهم الحاجات كتير قوي جوايا فده كان مهم والحمد لله يعني ربنا كان موفقني طب لما كنتش اشرف قال لك شادي قبل حسابك هتعمل الماتش الجاي فكرت ازاي لا فكرت في حاجات كتير طبعا كان اولها ان انا في اثبات للذات طبعا بيبقى الواحد بيبقى جوه حافز الواحد بيفكر ان هو عايز يثبت نفسه اكتر واكتر كل ماتش بيفرق فطبعا كانت مهمه جدا ان انا انزل وابقى بشكل بادي بشكل كويس وكمان لو اقدر اكسب يبقى اكيد يبقى احسن الحمد لله كان ساعتها ربنا كرمني وكسبت احمد نديم فدي كانت حاجه كويسه لي يعني ده جسم بالك كبير طبعا لان يعني الحقيقه 22 سنه خلي بالك انت ما شاء الله لسه قدامك العمر يعني طبعاً. طب بس قول لي يعني خلينا نقول ان اللعبات الفرديه فيها صعوبه جامده انت بتتحدى نفسك بتتحدى الوقت بتتحدى ان انت بتتمرن مع نفس الناس كل يوم دي مشكله برضو خلي بالك انت محتاج تشوف وشوش تانية لا اكيد بتتغلب على ده ازاي والله برضو يعني برضو كتر الاحتكاك بتاعنا ان احنا برضو لعيبه اكتريتنا لعيبه النادي الاهلي اكتريت لعيبه منتخب اكيد فاحنا تعودنا برضو على الموضوع ده شويه بتحاول ان انت بقى تغير ده بطريقتك كل واحد ممكن يلعب مع لعيبه اصغر منه شويه بالظبط يغير الروتين يغير اللعيبه مع فرقته ممكن يتمرن مع الفرقه الاصغر يعني احنا كابتن اشرف وكابتن اشرف بيجيبوا لنا اللعيبه الناشئين الاصغر في 18 سنه بيجي يتمرنوا معانا بتخليهم يستفادوا انا عن نفسي بحب العب يعني ممكن ساعتها اجرب عايز اجرب حاجات طبعاً. عايز اجرب حاجات انا ممكن اكون ما بعملهاش هنا او ممكن تيجي تبقى صعبه من ان انا اعملها مع الرجال فممكن اعملها مع الناشئين برافو عليك فدي برضو دي بتساعد وبتبقى مفيده ليا فكره حلوه يا كابتن اشرف دي الحقيقه يعني انت بتفيد وبتستفيد اكيد انت بتفيد الاصغر منك بالزبط. وبتستفيد من الاكبر لان انا كنت نفس الحاجه ما انا برضو انا صغير عملت كده وبنبني اجيال تضمن الاستمراريه بالظبط واكيد انت يعني بس في انديه بيجي مدير فني يجيب له لعيبه اصغر منه يقول له يا كوتش انت جايب لي لعيبه اصغر مني اتمرن معاه وبتاع بس حلو ان انت واخد ده بوزيتيف يعني شايف ان ده يفيدك ما هو كده كده انا برضو زي ما كنت بقول لحضرتك انا كنت من وانا عندي 15 او 16 سنه كنت بتمرن مع فريق الرجال فلما يحصل ده اكيد انا مش هبقى هتبخل عليهم مش بالظبط انا كنت بعمل كده فلما ليه ما اعملش انا كده مع الاصغر بقى وهكذا يعني هي بتستمر يعني اجيال طب يا شادي مين اللعيب اللي بتلعبوا مع بعض كل واحد بيبقى فيه في الفرقه كده لعيب بيحب يلعب مع بعض مناقشات بتاع طب انا هقطعك النهارده مين بيعمل معاك كده محمود طب مين كل ما بيني وبينك مش على الهوا كده مين بيقطع مين يعني لا والله يعني في الموضوع طبعا اكيد انتوا مع بعض متبادل يعني بس انتوا على طول مع بعض كده على طول على طول بنلعب مع بعض وتقول له لا ده انا هشدك هكسبك النهارده يقول لي لا هو دايما كل ما يقول لي هيكسبني بيخسر يعني هو ما بيكسبش طبعا بيخسر وانت هتكسب اعكسها يعني اعكسها المره دي هو فعلا لما بيقول انا هكسبك النهارده ما بيكسبش انت نفس السن؟
هو اصغر مني بسنه تقريبا. تقريبا نفس الجيل وطالعين مع بعض تقريبا. طب ممكن تلجأوا يا شادي ان انت يعني طبعا بعد موافقه المدير الفني ممكن تجيب لعيب من نادي تاني تتمرن معايا تمرينك، تروح انت نادي تاني تتمرن، بيحصل ده؟ لا هو والله احنا عندنا، احنا في النادي الاهلي مفيش ان يعني احنا كده كده احنا عندنا بالظبط، احنا لعيبه كتير واللعيبه كلها جامده، لعيبه كلها منتخب، فمش محتاجين ان احنا بالعكس احنا لو احنا نروح يعني هم اللي يكونوا محتاجين. خلي بالك بيحصل في العاب فرديه كتير، ممكن السكواش بيحصل فيه كده ساعات، بيحصل في التنس، بس كل لعبه وليها نظامها، بس احنا في تنس الطاوله الحمد لله يعني متفوقين، فمش محتاجين نطلع بره بتاعي. طب قول لي اخبار المعسكرات الخارجيه ايه، ممكن تشارك في بطوله واثنين بره، يعني بتعمل ايه؟ تمام. يمكن الفتره الاخيره بسبب بعد الموضوع يعني الموضوع الاقتصادي في مصر شويه مش مظبوط بالظبط قوي، السفر بقت غاليه، فالموضوع قل شويه في يعني بقى اللعيبه بقت قليله جدا اللي تقدر تسافر، ولو تقدر تسافر على حسابك اوكي، بس غير كده الاتحاد يقدر يطلع مبلغ يعني بيبقى لعيبه قليله ومعسكرات اقل، فبيبقى بقى على حسب الاحتياجات القوي يعني، على حسب عندنا بطوله عالم فبيبقى قبلها معسكر واحد وهكذا، الموضوع ما بقاش زي الاول. ممكن كان مع الجهاز الفني ممكن تنسق كابتن تشوف اللعيبه البروميسنج ايه وترشحهم لبطولتين ثلاثه مع التنسيق مع النادي، ممكن النادي ما بيتاخرش علينا يعني اي حاجه احنا بنطلبها. لعلمك في سكواش النادي طلع لعيبه دفع في تكلفتهم $1,000 مثلا في سفره، واللاعب يكفل بالباقي تبقى الدنيا تمشي يعني، قصدي اقول ان لعيب واحد مسافر مش تكلفه عاليه $1,500 $2,000 فممكن النادي يساهم بال 50%. النادي ما بيتاخرش علينا طبعا ان شاء الله. طب كابتن اشرف، يمكن كابتن اشرف صبحي طبعا المدرب العام، موسم مجهد، موسم طويل، حتى انت شكلك مجهد مجهد يا كابتن، يعني طالعين من الدوري مجهدين، كلمني ازاي بتقدر تمانج اللعيبه مع بعض وتقول التمرين، يعني بتعمل ايه في التمرين طبعا مع كابتن اشرف، بتقولوا النهارده بتغيروا في التمرين، بتشوفوا تعملوا ايه، ايه البلان اللي بتعملوها؟ والله كون فاني كابتن اشرف لانه قايم بكذا كذا منصب دي مشكله طبعا من عارف طبعا ما بينامش فبنقعد مع بعض يعني وبنتكلم في موضوع التمرين، فهو بيبتدي التمرين في الملعب، ولو في حاجه بقول له كوتش انا شايف ان ممكن نعمل كذا كذا، فهو يعني كوتش ما بيتاخرش، بيقول لي حط اللي انت عايزه، وده يعني صراحه الموسم ده كان صعب جدا، صعب جدا، اصعب موسم قابلناه، طويل طويل، واللعيبه اللي بتلعب في الدوري يعني نصها ما كانتش بتلعب السنه اللي فاتت صحيح. عشان عمر عصر والبيل، فالحمد لله الكلام اللي قاله الكوتش ان احنا الدوري اللي فات في اخر ماتش مع انبي والحمد لله برضو كنا كسبنا البطوله قبل ما نلعبه، تمام، دي فيها حاجتين، الحمد لله ان فرقتنا ما شاء الله متكامله صحيح، لما حد بيجي له دروب في الماتش ودوت يعني ممكن قوي في اي لعبه ان يجي اللعيبه ما شاء الله بتشيله صحيح. وده اللي حصل كمان السنه دي، يعني السنه اللي فاتت لو في اي دروب بيروح واحد شايل، فالحمد لله كسبنا الدوري قبل الماتش النهائي، فكوتش اقترح ان ندعم الماتش الاخير بالعناصر اللي هي كماله الفرق عشان نجربهم ونشوف ايه الاخبار، لان ماتش الفاينل بيبقى فيه رهبه كبيره، فيه رهبه كبيره يعني، حتى لو احنا كسبانين الدوري برضو بيبقى فيه رهبه، فاحنا محتاجين تحطهم تحت الضغط ده، الله ينور، عشان بالظبط كده بالظبط كده، والحمد لله يعني الحاجات نجحت يعني، من ضمنهم شادي كان اساسي في ال 21 السنه اللي فاتت وكان بيكسب كل الماتشات، فاحنا جينا قبل الماتش النهائي قلت له يا شادي انت كده ربنا كرمنا بيك وكسبتنا الدوري، استاذنك بس ايه كابتن اشرف ان ننزل علي غلاب. انا فاكر يا شادي صح، فاكر السنه اللي فاتت انت كان ليك دور السنه اللي فاتت فعلا، اتحط عليك يعني لعبت ماتش مهم وهو اللي كان عليه الدور، انا فاكر لا ما شاء الله هو كبير وتحمله ولا لعيب 21 ساعتها انا فاكر كابتن صح وكان بيلعب اساسي كل الماتشات، فاحنا بقى كوتش قال لي بقى اكلمه ونكلمنا فعلا انت عملت اللي عليك وكسبنا الدوري فنحط عليه في الماتش الاخير وكسب لا ما شاء الله وعلي كسب وكسبنا الماتش، هو بس عشان كان في عناصر برضو شباب صغيرين ما عندهمش خبره اكيد ومن عناصر الكبار فكنا عاملين دمج ما بينهم، انما المره دي كان الماتش الاخير اللي احنا برضو كسبنا الدوري قبل ما نلعبه، فكوتش قال لي خليها بقى كله شباب، بس اقول لك على حاجه، مكسب انبي ما كانش هيدينا المكسب اللي حضرتك بتتكلم عليه، يعني احنا كسبنا حاجات كتير اهم من نكسب الماتش بالظبط، ومنهم شادي انه كسب نمره 2 في انبي في اول ماتش، وده كان اول ماتش، بدايه الماتش صعب جدا صحيح، وعمل لنا مفاجاه هايله والماتش كان خلاص جاي، لما بس عدم توفيق لعلي غلاب في بنطين كان اتنين الكل
كان ممكن كل شفت كنا أوه. كان الماتش خلاص جاي لنا، وانا صراحه الواحد يعني عن نفسي انا وكابتن اشرف مش عايزين نخسر، حتى لو طماعين قوي مش عايزين نخسر، عايزين نعمل التجربه بتاعتنا ونكسب برضو. الواحد بيبقى قاعد جوه الماتش النادي الاهلي يا كابتن. صراحه خد النادي الاهلي. طب اقول لك يا كابتن، احنا حضرتك يعني اثناء التمرين كده بقى فور فان ما تنزلش تلعب مع اللعيبه، ما تروحش تلعب الشورت الفانيله ونازل بقى؟ لا والله انا شايفه بيكسبنا لحد دلوقتي. لا بيكسبنا، بحب انا اعمل كده معاهم وتلعب وبتاع، وده حلوه ليه؟ عشان اشوف مين اللي مركز ومين اللي دي بقت احسن. لا كابتن مركز، انت بتحافظ على فورمتك كده. بيكسبنا بدر الله يكرمك. لو بيكسب محمود بس ما يكسبش. لا هم بقى بيلعبوا معايا على قد شويه، فبقول لهم ما حدش يلعب يستهتر عشان ما يكسبوش. بص اه كابتن بيديكوا درس كمان بيلعب معاكم. بقول لك كابتن برضو، انت شايف يعني مستقبلنا ازاي؟ طبعا كابتن اشرف قاعد ومع بعض كجهاز فني، شايف المستقبل ازاي؟ شايف عندنا اللي جاي ايه للنادي الاهلي؟ لا والله الحمد لله، انا زي ما قلت لحضرتك كده ان احنا فريق متكامل. يعني بيحصل بعض المشاكل الصغيره كده اكيد لا، وكوتش بيحتويها يعني، وممكن بيوصلها للاداره والحمد لله بيحلوها. اللعيبه ما شاء الله يعني روحهم حلوه جدا الحقيقه. انا حاسس هو ده الفرق اللي ما بيننا وما بين الفرق الثانيه. يعني انا ساعات والله باجي كده فبقول المشكله دي مش هتتحل، فالكوتش يقول لي اصبر شويه، هو خبره. فانا بقى عنده هدوء وطول البال، فانا مش لا اقول المشكله دي هتنهي مقفوله حاجات كتير ملهاش حل. يقول بص سبحان الله اللي هي فعلا فتحت مع خبرته فتحت. طبعا خبره ومساعده صراحه، اللي بيساعد الكلام ده كمان اللعيبه روحهم حلوه، وكمان السيد لاشين كابتن الفرقه. سلموا لي عليه والنبي يا كابتن. هو سافر بقى بتاعت السويد، سلم لي عليه لو بعت لكم قول له هيثم السعيد بيسلم عليك. ده صراحه برضه لما يكون في حاجه كده كوتش عايزها من اللعيبه بيروح زقه هو كهو معاهم يعني، وبيحترموه حبايب محترم. فيوم ايه بعض الحلول كده، وبيجي يقعد مع الكوتش في الاخر، فتلاقي الحمد لله اتحلت. لا السيد محترم جدا ولعيب رائع يعني، سلمنا ليه يا رب ان شاء الله. ربنا يكرمك. وكان مفاجاه بقى ان احنا لعبنا دورتين، عمر بدير برضه كسب نمره واحد هناك كويس في انبي، وده الماتش الاولاني. الماتش الاولاني في الدور الاول، وبدر لنا المكسب الدوري الاولاني والحمد لله طلعنا اول. يعني ايه يمكن سيد جاله بقى، انا بتكلم بقى في الموضوع ده، جاله سيد دروب في الماتش ده شويه، بس الحمد لله سبحان الله سيد منه يعني. بنشوف احنا بنشكو فيه ازاي، بيجيله في دروب في الماتش اللي احنا نكسبه. الله ينور عليك. انا حتى بعد الماتش زي قلت له الحمد لله، لانه في ماتشات صعبه جدا ودي بتقف عليها الماتش، الاقي ما شاء الله وفي عز الصعوبه اللعيب ربنا يوفقه. اللعيب حلوه زي سيد، لما يجي يحصل له ظرف ويبقى مش متوفق تلاقي ربنا بيلحقه وتلاقي ربنا بيخلي زمايله يشيلوه، فما يبانش عدم توفيق. الله ينور عليك. التوفيق بتاع ربنا ده مهم جدا، هو فعلا ربنا كرمنا بسببه. وانتوا تستاهلوا كل خير. ربنا يبارك في حضرتك. محمود قول لي بقى، يعني التقطيع شغال واللعب شغال، قول لي بقى السنه دي اصعب ماتش كان بالنسبه لك ايه؟ والله انا السنه دي اصعب ماتش اللي هو ماتش انبي الثاني في الدوره الاخر ماتش. احنا كنا كسبنا الزمالك خلاص، خدنا الدوري وكده. كابتن اشرف وكابتن صبحي يعني اقترحوا ان احنا انا وشادي والعناصر اللي هم الصغيرين سنا ان احنا نلعب يعني. تمام. فطبعا انا عرفت الكلام ده الصبح، كنت يعني رهبه رهيبه طبعا. الماتش الوقفه صعبه الماتش صعب، بس يعني الحمد لله يعني كنت موفق وكسبت الحمد لله. يعني انا كنت نازل الماتش كان رقم كام هناك يا محمد؟ لعبت رقم 4 وكسبته. الحمد لله كسبته 1-0. طب وقول لي يعني، خلينا نقول عن سير المباراه، انت كنت خلص كام يعني؟ خلص الماتش كسبت 3-0 على طول. الحمد لله لا بتفوق كمان ما شاء الله بفارق سكور كبير ما شاء الله. ما شاء الله كان راجل يعني. طب قول لي يا محمود، انت 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 حابب يعني حابب توصل فين؟ يعني انا شايف يعني في عينك حماس الامانه، وشادي بصراحه انا سعيد بيكم جدا. ربنا يخليك. يعني حاسس عايز توصل فين؟ عايز تبقى زي مين؟ عايز تبقى يعني جواك ايه؟ طبعا يعني احنا طبعا يعني احنا دلوقتي احنا يعني مثلا في لعيبه كبار في الفرقه، احنا طبعا دول قدوتنا وكل حاجه، بس احنا باصين احنا ليه ما يعني ليه ما نبقاش مكانهم؟ نلعب ولازم نتمرن اكتر ولغايه لما ناخد الفرصه ونثبت نفسنا، وربنا اكيد هيكرمنا يعني. ان شاء الله. كم ساعه في اليوم؟ والله على حسب يعني، تقريبا 3 ساعات مش اقل من كده. مش اقل من كده في صبح ده في الصيف بقى، بس عشان احنا في الدراسه وكده بيبقى معظمنا عنده جامعات وشغل وحاجات كده، فبيبقى صعب ان احنا نتمرن فترتين. طيب وخلينا نقول مع المنتخبات والمشاركه وان انت الاجنده مليانه طول السنه، يعني مثلا احنا عندنا دلوقتي في 5 شهور فاضلين على بطوله افريقيا او انا اسف بطوله عربيه، هتعمل فيهم ايه؟ احنا والله يعني احنا خدنا راحه بعد الدوري ما خلص،
وهنبتدي من الاسبوع الجاي نبتدي عشان احنا عندنا بطوله القاهره عندنا في النادي، هنبتدي برضو نتمرن عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا. بطوله القاهره دي اخر في شهر 5 يعني هي كمان اسبوعين تقريبا. مين اقوى الفرقه فيها؟ انبي تقريبا. انبي اقوى فرقه. انبي ورانا ورانا. انبي والجيش. بس انبي والجيش والجيش فرقتي برضو مباراه كويسه. طب بعد بطوله القاهره؟ بعد بطوله القاهره ممكن نريح شويه صغيرين عشان مثلا انا عندنا امتحانات في الجامعه وكده. بعد كده هنبتدي على طول الموسم الجديد، وعندنا هيبقى فيه بطوله الانديه العربيه. تمام. هنبتدي بقى الموسم الجديد على طول، ما احنا ما بنريحش يعني، احنا طول السنه بنبقى بنتمرن. مش افريقيا السنه دي يا محمود؟ لا السنه دي ما فيش. طب ومع المنتخبات اخبارها ايه؟ هل منتخبات الشباب شغالين؟ هو المنتخب الكبير سافر بطوله العالم. هل في اشتراكات تانية للمنتخب؟ احنا دلوقتي بقينا منتخب يعني، انا بقيت 21 سنه، انا كنت في منتخب ال 21 خلصنا كده، انا خلاص بقيت يعتبر رجال يعني. فاحنا بقى دلوقتي بنتمرن وعايزين نبقى احسن عشان نثبت نفسنا نبقى في منتخب الرجاله. طبعا ان شاء الله. طبعا طالما كنت في منتخب وانت صغير لما تكبر سنه بعد كده تخش منتخب، لان جيلك هيبقى هو اللي شايل، هتخش منتخب وضع طبيعي جدا. طب انت يعني ما تفكرش تطلع بطوله بره مع التنسيق طبعا مع كابتن اشرف؟ كابتن اشرف تروحوا بره بطوله مثلا، انت وشادي مثلا ممكن تاخدوا لكم بطوله بره بطولتين يعني حتى اعداد. وفي الحاله دي ممكن النادي الاهلي ما يتاخرش عليك، ولا الموضوع ده بقى صعب زي ما شادي بيقول على ارتفاع تكاليف السفر؟ هو والله التكاليف يعني الفلوس بقت الموضوع بقى زاد عن حده يعني. الفلوس بقت غريبه، كل حاجه غاليه، بس يعني هو النادي الاهلي ما بيتاخرش طبعا. ويعني احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه ربنا يكرمنا. تونس والله مش كده. انا كنت في تونس في بطوله افريقيا. بطوله افريقيا بس مع منتخب الشباب. مع منتخب 21 الشباب. انا بتكلم على المنتخب الكبير. بقى ان شاء الله محتاج تحط رجلك في بطوله العالم انت وشادي عشان طبعًا. حتى تاخد رانكينج عليك تبتدي بقى ايه تاخد الرحله اللي كبتنك طبعا سبقوك عصر ولاشين وكابتنك اللي سبقوك قبل كده تبتدي تاخد الخطوه دي. اكيد ده طموحكم يعني. طبعا اكيد كل واحد عايز يبقى في منتخب. انا في كليه هندسه اكاديميه بحريه. هندسه. العذاب الاليم. كنت هندسه معاك انت عارف العذاب الاليم ده. بس كويس برافو يعني. طبعا يعني الحمد لله. يعني التفوق في الناحيتين ما بيعطلش بعض. لا طبعا لا. هي اهم حاجه تنظيم الوقت. شادي هندسه برضو بسم الله ما شاء الله. ده احنا ممكن كمان يعني اتنين كمان هندسه نفتح كليه. لا ما شادي معايا في كل حاجه. ما شادي حتى في اللعب ما شاء الله جيل واحد. انتوا في نفس الجامعه مش كده؟ نفس القسم. نفس القسم كمان. انتوا تلاقيكوا بقى هناك معايا في كل حاجه. تنسيق عالي جدا. تنسيق عليه جدا. ربنا معاكم يا رب. طب قول لي يا كابتن اشرف، يمكن يعني الوقت بيمر سريعا، سؤال سريع يعني، ايه اللي بيميزنا في النادي الاهلي عن النادي؟ يعني شايف ايه سر تفوق النادي الاهلي؟ الاداره ده يعني مش بجاملهم. بس اقول لحضرتك حاجه، انا مش عارف يعني ما بحبش اقولها بس يعني عشان ما حدش يزعل، انا لعبت في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك، انا ما بقتش في النادي الزمالك. بس الاداره كل الاحترام والتقدير طبعا للزمالك. ده نادي كبير وبتاع، بس انا من تعاملي مع النادي الاهلي الاداره متماسكه، واي مشاكل بتبقى جوه النادي جوه الفرقه واحده كمان. يعني صح. ده اللي بيخلي الناس تحترم اي شخص ان عنده مشاكل بيبقى بيلمها ويحلها بدون ما ايه الناس تعرف. هي الاداره يعني، والكلام ده الفرقه بقى بتتوالى واخده من الاداره. صحيح. يعني في اي مشكله بلاقي الكابتن اشرف راح داخل المكتب ويروح ناديني او نادي حد وهكذا، حل الموضوع على طول على طول. حتى لو ما اتحلش بيبقى في محدش يعرف في نطاق بالظبط. دي هي اللي موقفه النادي فيه. صحيح. يعني في اساسيات. صحيح. اخلاقيه ومهنيه. صحيح يا كابتن، الله ينور عليك. معلش انا بقول ان انا اسف. لا يا كابتن احنا بنتكلم عن النادي بتاعنا. طيب بالظبط. ما بنقولش عن حد حاجه، كل الاحترام والتقدير لكل انديه مصر. احنا بنتكلم على النادي بتاعنا وبنقول المميزات. يمكن شادي برضو ارجع لك حته الدراسه وطبعا واللعب، اكيد انت شايف نفسك طموحات معينه عايز توصل لايه وتوصل له ازاي؟ لازم يبقى عندك بلان في السن ده. اكيد عندي. بدايتها ان انا يبقى لازم ابقى واحد رقم واحد في مصر، دي اول حاجه. مهما كان الناس طبعا مع احترام وتقدير للناس دي كلها، بس هي لعبه فرديه غصب عن الواحد لازم كده. بدايتها كده طبعا واحده واحده، لازم اكون انا في المنتخب رجال، ده اساسي ان شاء الله، ده كبلان بتاعتي يعني. طبعا بدايتها ان الواحد بيبقى بيثبت نفسه جوه، سفر بره طبعا لازم يبقى كويس، يقدر يكسب ماتشات حتى لو مش يكسب بطوله، بس يبقى في ماتشات مؤثره بتكسبها. صحيح. بتعمل لك اسم، بتعمل لك حتى بتتعرف بره زي ماتش امبي اللي فات. اكيد عمل لك اسم وقال لي انا طالع بقوه وحاطط رجلي، وده وكان ده الهدف من كابتن اشرف اللي لعب المباراه. واحنا كده كده اوريدي سافرنا قبل كده كتير جدا تحت 21، من تحت 12 لحد 21 سنه، والحمد لله يعني ربنا كان كرمني كتير قوي. واخدت بطولات قبل كده، انا اخدت افريقيا واخدت بطولات بطولات عالم مصغره والكلام ده. واكيد محمود برضو اكيد نفس الكلام. فالموضوع
يعني ايه هو موضوع بس انت تحط رجلك اكتر بس وانتوا حطيتوا رجلكم ان شاء الله وكنت شرف انا متاكد هيبدا في ظهركم زي ما كان في ظهر السيد وزي ما كان في ظهر عمر وظهر خالد وظهر كل اللعيبه الكبار دول هيقفوا ظهركم اكيد واكيد هتوصلوا واكيد هتشرفونا ان شاء الله بس ان شاء الله لما تروح بره بقى ايه لما اكلمك تيجي معانا بقى تعالى معانا انت ومحمود ان شاء الله المنافسه دي المنافسه بتاعت ان مستواهم بيعلى دي بتتعبنا احنا ما بنبقاش عارفين نحط مين في القرعه في التوس طبعا كلهم عايزين يلعبوا بس خير لا. كل ده خير كل ده النادي بالظبط طبعا بشكرك يا كباتن والله يعني انتوا نورتوني وشرفتوني كابتن طبعا اشرف بشكرك شكرا جزيلا نورتوني وشرفتني والحقيقه يعني دايما ابدا يعني حاطط النادي الاهلي في العالي الحمد لله ربنا يوفقك يا كابتن ربنا يخليك شادي بشكرك شكرا جزيلا نورتوني وشرفتني والف مليون مبروك واكيد هنحتفل مع بعض تورته بعد ان شاء الله اللقاء ده هينضم لنا بقيه النجوم ونقطع تورته مع بعض تمام انا الحته الاكبر بس طبعا بس انت مش مشكله انت مش هتسيد في الوزن ولا حاجه مشكله انت التورته يا محمود لا مش هاكل محمود بشكرك نورتيني وشرفتني شكرا لحضرتك جدا والف مليون مبروك على ادائك والف مليون مبروك على ثقه الجهاز الفني كمان الله يبارك فيك ربنا يخليك شكرا كابتن اشرف نورتيني وشرفتني ومزيد التوفيق ودايما ضيفي حضرتك والكابتن اشرف كجهاز فني منورين الدنيا وحاطين اسم النادي وحسن الضيافه يعني الحمد لله كانت الانديه الافريقيه برضه حضرتك استضفتنا طبعا ده واجب علينا وده احنا انتوا الاساس انتوا اللي بتعملوا المجهود واحنا بس كل اللي بنعمله بنحط الضوء وبنحتفل بيكم مش اكتر لا والله انتوا مشرفينا صراحه شرف كبير يا كابتن الله يكرم فاصل قصير اعزائي المشاهدين هنستقبل طبعا ضيوفنا تنس الطاوله لسه مكملين معانا شويه هنشوف ايه الاخبار هنحتفل بيهم اكتر كمان ونحط الضوء على نجومنا اكتر فاصل قصير وارجع لحضرتك